في إطار جهودها للحد من التجاوزات وبالتالي الإسراف في استخدام الطاقة، تنشط وزارة الكهرباء والماء في جولاتها الميدانية من خلال فرق الضبطية القضائية. نعم وليد، فريق الأخبار رافق إحدى هذه الفرق في جولة شملت منطقة جليب الشيوخ وأعد لنا هذا التقرير. تجوب وزارة الكهرباء والماء من خلال فرق الضبطية القضائية لديها مناطق الكويت من الحدود إلى الحدود، مسجلة شهريا مئات المخالفات من سرقة للكهرباء أو للماء بالتعدي على الشبكة الأصلية كما هو ظاهر في المشاهد أمامنا. هنا في هذا المبنى الصورة أصدق من الوصف، تم قطع أسلاك العداد ووصلها مباشرة بالشبكة الأصلية. هذا عداد كهربائي يخص الوزارة الكهرباء. طبعا المخالفة هي عبارة عن توصيل دايركت اللي هو الفيزات مالت هذول الوايرات نفسهم. طبعا لازم يكون في واير ان واوت، طبعا هم ستة عدد ست خانات اللي هو الفيزات، فلازم يكون في ان واوت على اساس يقرا العداد نفسه اللي هو القراءة نفسها اللي داخلت له وهم يحسب لها. فأي فيز نفسه ينشال يعتبر توصيل دايركت. وعلى أساسها إحنا قمنا بتحليل هذه المخالفة. منطقة جليب الشيوخ المتواجدين فيها تشكل بحرا من السرقات كما صرح لنا مأمور الضبطية التي يداهمها فريق الضبطية القضائية يوميا بناء على بلاغات تصلهم. إحنا طبعا أول شيء نحرر المخالفة، زين نحط على الجهاز بلوك على السيستم، زين نعطي نسخة حق المخالف، وهو أول ما ياخذ النسخة يراجع الوزارة، يراجع الوزارة يطلعون التكاليف اللي عليه المفروض إنه يدفعها أو يسوي أمر صلح. أول ما تنزل ضبطية قضائية لو عليها مبالغ أو وصل دايركت، إحنا نظامنا يجينا مراجع نقول المبلغ اللي عليه، هو كان ما عنده المبلغ يدفع نص المبلغ ونص الثاني يغصته، ونظامنا احنا نرفع لنا البلوك، هذه اجراءات احنا نسويها دائما. تجاوزات، سرقات، قسائم يغذيها مصدر واحد بالتيار، ومبالغ بالالاف متراكمه على اصحاب الملك تكشفها فرق الضبطيه القضائيه. من نطلع من المكان المخالف نفسه التيار يرجع مره ثانيه، يعني ما يطول التيار يمكن ربع نص ساعه الا رادين التيار، ونقطع بكذا طريقه، ولكن اللي قاعد يحصل انه من نخالفه يرجع المخالف نفسه صاحب القسيمه نفسه اللي هو صاحب العداد قاعد يرجع الى الوزاره، لما يتفاجئ بان عليه بلوك بالوزاره ما يقدر يسوي اي مخالفه، ما يقدر يسوي اي معامله لانه كان عليه بلوك، فحزتها هني يتفاجئ بالمخالفه نفسه يشوفها، يجي مجبور انه يسوي اللي هو موضوع الصلح ويدفع المبالغ اللي عليه ويلتزم ويرد يعدل وضعه مره ثانيه. هذه الجولة اليوم ليست إلا عينة لجولات وضبطيات تسجلها فرق الضبطية القضائية، ووزارة الكهرباء والماء تهيب بالمستهلكين ضرورة التجاوب معها وتسوية أوضاعهم بصورة قانونية. كما رأينا فريق الضبطية القضائية حرر عددا من المخالفات في هذا الشارع، ووزارة الكهرباء والماء تحرر أسبوعيا عشرات المخالفات وهي ماضية في جولاتها الميدانية على مختلف مناطق الكويت لضبط المخالفين والحد من السيقات. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.